السلام عليكم. معنا اليوم من البيت الفني لصناعة آلة المياه وصناعة آلة الكولة حبيبي الأستاذ محمد مصطفى، بعد غياب من الألف حدود من 2004 ما شفتش الأخ محمد مصطفى. والأخ محمد مصطفى في ناس كتير قوي يقولوا احنا عايزين نسمع الأستاذ محمد مصطفى، يا ريت كده تكون في فرصة يجي عندك في البيت الفني تصطاده يقول لنا حاجات كده ايه جميله جدا. وبرده طبعا يعني طبعا معانا الاخ نادر الشاعر موجود واحنا كنا سهرين طول الليل طبعا يعني ايه بنعمل حاجات كده. طبعا هو كان بياخد نيات كولات بنجرب كده ان شاء الله كده وهنشوف الجزام. واحنا مشتاقين طبعا نسمع الاستاذ محمد مصطفى الاستاذ نادر الشاعر. طبعا ده بيتهم في الاول وفي الاخر واحنا كلنا اصدقاء عمري، فالقصه كلها يعني مش طالعين نتفزلك ولا طالعين كده، لا اللي بيطلع مننا بنقوله ونسمع ونعيش مع الاستاذ محمد مصطفى او الاخ محمد مصطفى.
قاعد الصبح مش اسمع. قبل اي حاجة انا عاوز اعرف الناس حاجة واحدة. محمد مصطفى توأم روحي. انا اعرف بعض انا ومحمد من 20 سنة تقريبا. بسم الله ما شاء الله. احنا بورسعادية زي بعض. طبعا. وطلعنا مع بعض. انا دايما لما اكون مثلا هو منزل حاجة فيديو او حاجة ليه على الفيسبوك. لازم اعلق. ميدو. انا مسمي ميدو يعني. مسمي ايه؟ ميدو او ميدوس. ميدوس يعني عشان اعرف الناس بتاعتي. فلازم اكتب حاجة. عشان الناس بتقولك يعني ايه ميدوس. لا بقى بدلعه. ميدوس شيتوس. عيدوس. بكتب ميدو المدرسة. طب انا عايز اعرف بس يعني ميدوس شيتوس. عيدوس. عيدوس. اي حاجة بقى. مكتب يعني ايه ملازمة دي يعني مش فاهم. اهو لازمة. ايه جات لوحدها. لا. طب قول لي يعني ايه. هو اصلا محمد ما بيقدر لو مثلا اقول له حموده او ميدو. حلو. ميدو بقى اتطور معايا بعد فتره. قلت ازود حرف. حلو. في حرف الزاده. حلو. مع كده حبيت اغير اشيل حرف الميم الاولاني واحط اي حرف من الحروف الموجوده. حلو. ميدوز ريدوز شيدوز. احط اي حرف بقى جاي معاك. اي فمشي. لا يا عسل. فمشي. هو اتعود عليه. طيب انا بقى اللي فاهمينه. هو كده على طول انا ساكت. هو اللي بيعمل كل حاجه. نادر اللي بيكشف فينا. وانت طبعا بتشوف كده يعني. نادر ما شاء الله عنده طاقه غريبه في المزيكا. لا بيلعب مزيكا. لا ميدو وانتوا موجودين مع بعض. لا عسل. ايه بقى اللي بيكشف عشان اي مشكله يعني. خالص بينه وبينه ده العسل يجيب الاكل ويفطرني ويظبطني ويصحيني من النوم على الشغل. بس مش قلق منه. هو طيب يعني مش عارف خالص. لا هو بره يعني بره المزيكا طيب. انا لو ماسك الاله مش هيسكت. خلاص لازم اتخانق معاه عشان يسكت. هو ما يسكتش طبعا. مش هيسكت. ممكن ينام طبعا قبل منك ويصحى قبل منك. لا هو ممكن ما ينامش. يفطر كولا ويتغدى كولا. ممكن يمسك كولا لتاني يوم. يتعشى كولا وكل حاجه. عادي. طب قول لي عليه. انا عاوز اضيف حاجه محمد. بس دي للناس كلها. الانسان مهما وصل مستواه لدرجه ان هو شاطر جدا وجامد لازم كل يوم يتمرن. لازم كل يوم يتمرن. الواحد ما كانش عشان يحافظ على مستواه يعني عشان سوري عشان يزود مستواه يحافظ على مستواه. لازم يتمرن كل يوم. هي اي حرفه تحبها تحبك طبعا. اي حرفه مش شرط يعني تكون الكوره ولا الناي يعني اي حاجه تحبها هتحبك وهتدي لك يعني. ده اللي احنا بنقوله للناس. اكيد طبعا. فبقول يا جماعه اي حد بيحب اي حاجه اي حرفه يعني حبها وطالما حبها واتقى الله فيها ربنا هيديله. طبعا 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 انت مش مكتئب. طبعا انت عايزين تشوفوني. طبعا انا بتكلم طبعا بتكلم خلف الكاميرا. فانا بشكركم بشكر حبايبي فعلا اللي شرفوني والله امبارح. انا فعلا سعيد جدا جدا. احنا باين علينا التعب يعني الساعه 10 بالليل لغايه دلوقتي والله العظيم. احنا ايه احنا مجانين على فكره. هم طلعوا عيني بالليل اللي عايز نايم واللي عايز كولا واللي عايز كذا واللي عايز كذا مش مشكله. فاحنا في الاول وفي الاخر احنا بنحب المزيكا وسمعت طبعا يعني الحاجات الجديده اللي طلعوها اللي بيفكروها من عندهم. ها دي عينة بقى. دي عينة من بيشوفها. دي عينة يعني. مجانين احنا. في ده يا ابو محمد. لا.